يستعد زميلي حمد بن محمد الزعبي للمتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. لازلنا متواصلين معكم في هذه الفترة الصباحية وفي شوطنا الثالث من عمر هذا المحلي الحادي عشر الذي خصص في هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم بالتحديد مع سن الحقائق، سواء مع فئاتها، فئات الكار وفئات القعدان. ونبدأ مع شوطنا الثالث، وهذا الشوط مخصص لفئات الكار الحقائق، والمركز الأول مصيحة لعبد العزيز بن خالد العطية، من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. بينما الدور والنقلة عند المركز الثاني منصورة لناصر بن سالم بن لنقح المري. بينما الدور والنقلة عند المركز الثالث من الجانب الأيمن تصل وتتسلل هناك، فوز لسعد بن راشد الدعبة المري. ننتقل إلى المركز الرابع، الوصول من شامة لحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري على رابع المراكز. أما المركز الخامس فتصن وتحتل المركز الخامس من الجانب الأيمن الغربية لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري. هذه نتيجتنا متابعينا ومشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع مصيحة، مصيحة مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول، مسيطرة من البداية وحتى هذه اللحظات، وهي من تسيطر على مقدمة هذا الانطلاق. مصيحة من تحتل المركز الأول لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الأول ومع الانطلاق. يا سلام، الله الله، هنا منصورة لناصر بن سالم بن لنقح المري، من تأتي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث الغربية لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري. غيرت الغربية من الجانب الأيمن. بينما الدور والنقلة عند المركز الرابع من الجانب اليمين تتسلل على المركز الرابع شامة لحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. وعلى المركز الخامس تصل الظبي جاسم بن محمد بن سيف النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 1200 متر على خط النهاية. غيرت الغربية من الجانب الأيمن، الله، الغربية مع محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وكيلو متر أخير، كيلو على خط النهاية. الغربية من الجانب الأيمن، مصيحة تغير في هذه اللحظات، مصيحة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية تغير في هذه اللحظة وتنتقل بدورها إلى المركز الأول. لمحة مسعود بن سعيد الحريري المري، واصلة وقادمة من ميدان الجزيرة هناك بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، قادمة للمشاركة في هذا الشوط. بينما الدور والنقلة عند المركز الرابعة تصل وتتسلل هنا الظبي جاسم بن محمد بن سيف النعيمي. وعلى المركز الخامس تصل شامة لحمد بن سالم بن جهويل المري. نعود وإياكم إلى لمحة مع المركز الأول. لمحة تنطلق مشاهدينا الأفاضل، 400 متر أخيرة، مصيحة تحاول على المركز الثاني، مصيحة مع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن من الجانب الأيمن لمحة مع المركز الأول مسعود بن سعيد الحريري المري. الله، لمن الناموس مشاهدينا الكرام، مصيحة ولمحة ومصيحة تتحرك، مصيحة مشاهدينا الكرام تتحرك وتغير الأمور. سلام مشاهدينا الكرام للشحانية وميدانها، تهانينا والناموس نزفها من هذا المكان إلى مدينة المريخ وحيثما يسكن عبد العزيز بن خالد العطية على هذا الناموس المركز الثاني. وصلت لمحة لمسعود بن سعيد الحريري المري المركز الثالث، وصلت الغربية لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري المركز الرابع، تصل الظبي لجاسم بن محمد بن سيف النعيمي. أما المركز الخامس
الوصول من خطيرة لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. إذن تهانينا والناموس لجميع الفائزين وبالأخص في هذا الشوط لعبد العزيز بن خالد العطية على فوز مصيحة وتحقيقها بالمركز الأول. والسلامات تنتقل من هنا من أرضية ميدان الشيحانية إلى مدينة المريخ وإلى الريان. نزف التهنية لعبد العزيز بن خالد العطية على هذا الناموس، وقطعت المسافة مصيحة في زمن وغدرة 4 دقائق. إذن ننتظر وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظة وصول مصيحة إلى خط النهاية. 4 دقائق 26 ثانية، 90 جزءا من الثانية. تهاني لعبد العزيز بن خالد العطية، التهنية موصولة لمحمد بن خالد العطية على هذا الناموس. والمركز الثاني وصلت لمحة، قطعت المسافة 4 دقائق 27 ثانية، 26 جزءا من الثانية. مسعود بن سعيد الحريري المري، نهنيه على هذا الناموس. أما المركز الثالث وصلت الغربية 4 دقائق 30 ثانية، 42 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري على فوز الغربية بالمركز الثالث. شكرا للسادة وشكرا